على هامش المعارك القائمة في المخا تبدو أوضاع المدنيين في أسوأ حالاتها مع استمرار تحصن مقاتلي ميليشيا الحوثي والمخلوع في أوساطهم. ما بين 20 و30 ألف مواطن في المدينة وجدوا أنفسهم عالقين بين الاشتباكات وغير قادرين على مغادرة أماكنهم بسبب المواجهات العنيفة. وبحسب المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن فإن هؤلاء بحاجة إلى حماية جراء المواجهات الدائرة وسط المدينة، ويحتاجون إلى إغاثة فورية بعد أن تسببت المعارك بتوقف الخدمات الأساسية ومن ضمنها شبكة المياه والأسواق، والتي كانت هشة وغير قادرة أساسا على تلبية احتياجاتهم في ظروف ما قبل الحرب. وبحسب مواطنين في المخا فإن اشتداد المعارك وتحولها إلى اشتباكات شوارع داخل المدينة تسببت بمقتل عدد من المواطنين الذين أصبحوا غير قادرين على مغادرة منازلهم بسبب أعمال القنص والقصف المدفعي المتبادل بين مواقع الجيش الوطني وميليشيا الحوثي والمخلوع. أما من غادروا المدينة قبل المواجهات أو أثناءها فهم ليسوا بأفضل حالا كما يؤكدون. عشرات الآلاف الذين غادروا منازلهم سالكين طرقا مزروعة بالألغام وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدهم عليه سوى من هم تحت خطر الحرب في المدينة. منذ أسابيع يعيش هؤلاء في العراء حيث لا مخيمات تستوعبهم ولا أدنى خدمات، في ظل تجاهل مريع من قبل الجهات الرسمية ومنظمات الإغاثة التي اكتفت حتى الآن بتوجيه النداءات، فيما تؤكد الحكومة أنها غير قادرة على فعل شيء لهؤلاء بفعل تواجد معظمهم في مناطق لا تزال خاضعة لسيطرة الميليشيا.